قتل وجرح العشرات بتفجير سيارات مفخخة استهدفت تجمعا لقوات أجنبية في منطقة البريقة محافظة عدن، في وقت تؤكد مصادر محلية أن الانفجارات استهدفت مقر إقامة رئيس الحكومة المستقيلة بحاح والفار هادي. من جديد عدن تشتعل نارا، ولكن هذه المرة وفقا للمصادر بنيران الإرهاب، حيث استهدفت سيارة مفخخة منطقة البريقة التي تتجمع فيها قوات عسكرية من جنسيات مختلفة، أسفرت عن مقتل العشرات وجرح آخرين. المصادر أكدت أن الموقع المستهدف يضم منزلا وفندقا يعتقد أنه مقر لرئيس الحكومة المستقيلة بحاح والفار هادي، وتشير المعلومات الأولية أن الانفجار يحمل بصمات تنظيم القاعدة الذي يسيطر على أجزاء كبيرة في محافظة عدن. المصادر أكدت أيضا أن مصير بحاح لا يزال مجهولا، خصوصا مع سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجارات الشديدة التي استهدفت الموقع وتسببت بأضرار كبيرة في الفندق والمنازل المجاورة. على صعيد آخر، تضاربت الأنباء بشأن نوعية الانفجارات، فيما الأغلب يرجح أنها انفجارات ناجمة عن سيارات مفخخة استهدفت فندق القصر ومنزل أحد قيادي الحراك والذي تتخذه القوات الإماراتية مقرا لها. سيطرة القاعدة على محافظة عدن ليس بالمستحيل وفقا لمشاهد الأحداث الجارية في المحافظة، خصوصا مع الدعم اللوجستي الذي تتلقاه الجماعة الإرهابية والمتطرفة من قوى العدوان وتهيئة الأجواء المناسبة لها من أجل اتساع نشاطها وتنفيذ أعمالها الإجرامية ضد أبناء الوطن. غير أن هذه المرة اكتوى بنيرانها من اقترب من كيرها وشب لهيبها. بلقيس أحمد، اليمن اليوم. خلافا لما يروج له إعلام العدوان السعودي، يسيطر الجيش واللجان الشعبية على منطقة باب المندب متصديا لزحف الغزاة الذي